رافائيل. شو بك؟ شو هيك ليش خايف؟ حلو عبيت اتاخد فيك زقفوا له رافائيل برافو رافائيل هيدا جوك هذا اللون بيلبق لك يعني انت بعيد قد ايه بعيد عن الرومانسي قد ايه قريب من هذا اللون قد ايه حسيتك يعني لابسك لبس فاذا بكره طلعت من هون نجحت او نجحت طلعت من هون بدك تنقي اغاني وهيك روح بهذا الدايركشن هالنوع الاغاني هيك اللي فيها هيك شويه زعرانه مع شويه هضامه مع إيقاعية أكتر الرومانسي مش لبق لك ما قلت لك يعني بيضحك بالموضوع أنه في ناس بالرومانسي أو بالطرب الشعبي أو بالطرب تقدر تقفر لها صوتها إذا بتغني أو ما بتغني إنما أنت بالعكس أنا بقدر أقفر صوتك بالأغاني الإيقاعية بالرومانسي بتضيعني بحسه ما بيلبق لك فحسيت أكتر هيدا النوع من الأغاني هو أنت وارتياحك وهضامتك على المسرح وجاب لك كنت مرحلة بمراحل سئيل بهذا اللون منك سئيل في
يعني ما عندك هالسقالة صار في شوية هضامة وهيدا المطلوب منك وعندك كاريزما كتير يا رفايل استفيد منها العالم بتحبك يعني التلفزيون بيحبك ما تعمل دايفيرجن على السقالة خليك بالهضامة وخليك محل ما أنت ومرابو عنا مروان بس أنا بنزعج من شغلة واحدة بال إيه في خسلة ما بقدر تخلص منها شو هي؟ حردي؟ بتستحي من شيء بش اسمك؟ دغري انا دغري سيكولوجا ايه دغري تجيني انت ما ورقيات وضوء هذا الضوء اللي بيجي حضوي لك كاميرا فوق راسك لا ما بعرف في شيء انت بتكون خصلي فيك ما في شيء زعجك شفت كيف انه حتى كون هذا بس بلش غني دغري تحردي شو بعمل اولك بربطهم ما بعرف ما تطلع على المسرح بلاك كلك ضروري لا بمزح ما جرب اشتغل على الموضوع هون مزعج يا ما شوي مزعج آه انا مركز اكثر على المغنى عم شوف حركات جسمك ما طلعت فيها ما وبدق عود اصلا بلكي عود ايه حلو ما خص العود لا حلو كثير انت واقف شو خص هي حركه